يتواصل العدوان على غزة وتتواصل المجازر، وسط امتناع كثير من الدول عن إدانة إسرائيل على جرائم الحرب، بل وتفهم ومساندة الكثير من الدول الأوروبية لها. محاولات فلسطينية من المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لتحريك ساكن. الآن ما تقوم به إسرائيل ويلاقي صمتا ويلاقي تفهما بين قوسين من قبل عديد من الدول باعتقادي هو تشجيع للاحتلال على ارتكاب ما يتجاوز ما ارتكب في الحرب العالمية الثانية. هذه هي الرسائل الأساسية، رغم أنه مجلس حقوق الإنسان بالأمس أصدر قرارا أيدته 29 دولة ورفضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت 17 منها كل الدول الأوروبية الممثلة في مجلس حقوق الإنسان. بحضور العديد من الممثلين عن المؤسسات الحقوقية مطالبات بإدانة صريحة ومطالبة من القيادة الفلسطينية بحمل القضية إلى محكمة جرائم الحرب. نحن نؤيد أن يكون هناك حملة فلسطينية على مختلف المستويات باستخدام الآليات المتاحة في الأمم المتحدة، ونطالب كمجتمع ومنظمات حقوق إنسان السلطة الفلسطينية بالانضمام دون إبطاء إلى محكمة ميثاق روما لمحكمة جرائم الحرب ليتسنى لنا حمل المجرمين الذين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب إلى العدالة الدولية في ظل عدم قدرتنا على حملهم إلى عدالة فلسطينية. لقاء نظمته اللجنة التنسيقية لشبكات العمل الأهلي في فلسطين والمكونة من ثلاث جهات، هي جمعيات خيرية ولجنة وطنية وشبكة المنظمات الأهلية، على أمل الوصول إلى الحق واستنطاقه. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.